ابدأ حدد هدفك يلا خليك همام احلم خطط حضر مستقبل لك قدام ما تخليش حد يفرملك عن حلم جميل انا عارف انك تقدر على الحمل التقيل وقابلت كتير وسألت ناس عن حلمهم ناس فكرت من غير ما حد يقول لهم خليك مكمل صمم على اللي نفسك فيه علشان تلاقي اكتر من اللي بتحلم فيه افتح باب الامل خليك عارف انك حتوصل مهما كان مش مهم سنك بس المهم انك تشوفها بشكل احلى من غير تلاقيك تشوف طريقك وهي تحلى خليك متين بالشكل ده هتلاقي كل يقولك كمل هو ده انسى الكسل علشان بصراحة ملوش مكان ودي حكمة عظيمة وقالها الحكمة من زمان هديك عرفت طريقك رايح ديك على فين ما تخافش من الفشل حاول مرة واتنين حب كل اللي بتعمله وركز عليه علشان تلاقي اكتر من اللي بتحلم بيه افتح باب الامل خليك عارف انك حتوصل مهما كان مش مهم سنك بس المهم انك تشوفها بشكل احلى